خلينا نقولوا أنه اليوم لسنا في مسار انتخابي نزيه وشفاف. اليوم المرسوم 54 هو سيف مسلط على رقاب كل التونسيين. المناخ الانتخابي اليوم يتسم بتضييق على الحريات في مجملها وخصوصا الحقوق المدنية والسياسية. اليوم قاعدين نشوفوا في السياسيين مسجونين على خلفية نشاطهم السياسي، ناشطين جمعيتيين كذلك وصحافيين يقبعون خلف القضبان على خلفية المرسوم 54. هذا المناخ من التضييق على الحريات، حرية العمل الصحافي وحرية الرأي والإعلام والتعبير لا يمكن أنه يكيف على أساس أنه نحن ذاهبون نحو مسار ديمقراطي انتخابي عادل ونزيه وشفاف تتكافأ فيه الفرص. كذلك سلطنا الضوء على ما حفى بتقديم ترشحات لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الحقيقة صار عديد التضييقات اللي منعت عديد المترشحين من تقديم ترشحاتهم أو تقديم ملفات منقوصة، ومنها اشتراط البطاقة عدد 3، وهذا معناها أسالة الحبل الكثير. لكن بعد ذلك المحكمة الإدارية في دوائرها الابتدائية في طورها الابتدائي قررت وأن هذا الشرط هو غير دستوري. هو القاضي الإداري هو قاضي النتائج الحقيقة، لأنه قاضي الإداري مش قاضي متاع عادي، هذا في القاضي متاع تجاوز السلطة ولا واحد طعن في قرار صدرته الإدارة. وفي قاضي النتائج هو عنده صلاحيات كبيرة برشا، وقاضي الانتخابي عنده صلاحيات كبيرة برشا، يعدل يشرف على من هو يراقب عمل الهيئة ويراقب جميع المتداخلين في العملية الانتخابية ويقوم بكل ما من شأنه إعادة الأمور إلى نصابها قانونا. يعني إذا ثبت أن الإدارة ممثلة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو في أي إدارة أخرى أو المترشحين أو النتائج أو غيرها لم تكن مطابقة للقانون ومطابقة لما هو النصوص القانونية النافذة، فإن القاضي يتدخل هنا بالطبع. إذا جاء قدامه طعن، مش يدخلك هيك، جاء قدامه طعن من أحد المترشحين أو من أي شخص له الصفة والمصلحة في الطعن أنه يعدل. التعديل يتم بأنه يثبت من المسألة، وإذا وجد أنها مخالفة للقانون فإنه يلغيها ويطالب من الهيئة بإعادة تنظيم عملها على ضوء ذلك. مثلا إذا مترشح طعن وقبل ترشحه يطالب من الهيئة أنه يدرج ضمن النتائج المقبولين الأولين. بالتالي نحن عندنا ثقة في الجلسة العامة القضائية المحكمة الإدارية أنها تطبق القانون وأنها ترجع عن أمور إلى نصابها. رفعت المطاعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، والأمال معلقة على المحكمة الإدارية، ورجاء يعني وطلب وأمل أن المحكمة الإدارية تنصف أصحاب الطلب وأصحاب الحقوق وتطبق القانون وتطبق فق قضاء المحكمة الإدارية وترجع المتنافسين للسباق الذين تم يعني التضييق على ترشحاتهم وتم التضييق على حريتهم في ممارسة حقهم الانتخابي وحقهم في الترشح. Thank you.